نبدأ بالوصفة زادة السحرية اللي كل مرة تجيبنا معلومات مع مريم توكيبري. مريم كيف نحكي وإحنا ريجيم وإلا ناس اللي تحب تعمل ريجيم يقول لك انزل على القهوة وانزل على التاي. أنت اليوم جيت باش توضح لنا برشا حاجات ممكن حتى طريقة الاستعمال وقتاش نجم تكون إفيكاس للريجيم وللصحة الجيدة زادة وقتاش تولي ضارة. بالضبط. بالنسبة للريجيم وتنقيس الميزان احنا في القهوة وإلا في التاي نحكيه على الكافيين اللي هي هذه سيت اون سوبستانس مادة موجودة في القهوة وفي التاي. الكافيين شنو تعمل في البدن؟ أبار أنها تزيد في النشاط والحيوية، تحسن في الكونسنتراسيون التركيز والمعطى والنشاط البدني بصفة عامة، هي تزيد في إفراز الحرارة التيرموجينيز في الجسم نتاعنا، وهو هذاك اللي يعطي مستوى أعلى للحرق. سي بور سا نقولوا القهوة ضعف وإلا التاي ضعف. جست معناتها سي لا رياكسيون نتاع الكافيين على الخلايا الدهنيه في الجسم نتاعنا. فهمت. بالنسبه للقهوه اما وقتاش باش تكون افيكاس على الخلايا الدهنيه؟ هي شوف في الاوقات الكل، معناتها نجموا احنا بطبيعتنا كي باش ناخذوا القهوه الصباح الرياكسيون هذيك باش تصير، نجموا قبل السبور باش نمشي والبدن باش يسخن بالطبيعه والبدن باش يبدا يستهلك في الدهون نتاعو وقت النشاط البدني، دونك باش يسهل هذاك اخراج الخلايا الدهنيه، معناتها اخراج الدهون من الخلايا الدهنيه. كيما نجم يكون في اي وقت في النهار والا بعد الماكله، معناتها هو الرياكسيون هذيك ما تتبدلش اون فونكسيون من الماكله نتاعنا. مهما كانت الكميه ولا تو باش تحكي لنا؟ هو بالطبيعه مهما كانت الكميه، معناتها باش تزيدوا في الكميه العمليه هذيك باش تزيد، اما بالطبيعه ما فماش حتى شيء ببلاش، معناتها كي تزيد في الكميه على اساس انت باش تحرق الدهون، اما باش تولي فما ديزيفي انديزيرابل اللي هما هذوك ينجموا يعطلوا عمليه الحرق انديريكتومون. بالنسبه للقهوه نحب نقول راهو القهوه هي على باز سيت ان اربر شجره تعطي الثمره نتاعها اللي هي القهوه الاولانيه بالكل هذيك القهوه الخضراء اللي هي توا ولات ياسر منتشره تكون فيها اكثر توم تاع كافيين. سي بور سا يقول لك القهوه الخضراء ضعف، هي مش ضعف جوست فيها الكافيين اكثر. من بعد الغرين هذيك تصيرها توريفيكاسيون نتاعها وتولي الحبه اللي نعرفوها الكحله وهذيك من بعد سا ديبون بالتيب نجم نقولوا ولا الفاريتي نتاع القهوه، فما لارابيكا روبوستا انت والنوع بطبيعه تختلف القيمه الغذائيه نتاعهم. القهاوي الكل اليتا بور ما فيهمش دي كالوري، معناها صفر سعرات حراريه، ما فماش قهوه تسمن والا قهوه تزيد في لي كالوري، دونك زيرو كالوري. من بعد بالطبيعه نجم نقولوا اونتر كيومي بدلنا لها التركيبه نتاعها كي زدنا الحليب وزدنا السكر وزدنا كل لي زارون. الزيادات نتاعنا احنا في التطيب مش هي كقهوه قهوه. لا مش هي كقهوه بالضبط. في الانواع اللي احنا نشربوهم ديما المعروفين شنو نعرفوا القهوه العربي اللي هي البن يقعد في التاس، دونك هذاك باش يكون فيه اكثر سكر ولا ميغتوم اكثر المراره نتاعها. هذيك علاش باش الناس يقول لك ما نجمش نشربها بلاش سكر. مش حاجه. فما الفلتر اللي هي تتصفى، دونك فينالمون الماء كاينها انفوزيون، معناها لو برانسيب سكو باش تسخن الماء والقهوه هذيك الفا انفوزي وتعطي القهوه اللي احنا نعرفوها. وفما بطبيعه القهوه الاخرين اللي هما لي كابسول ومعناتها انواع اخرى نتاع قهوه. والكلهم نفس القيمه الغذائيه والمنفعه نتاعهم. الكافيين تختلف من 40 ملي جرام حتى ل 90 ملي جرام كافيين في القهوه في التاس. لازم نقرا معناها. هو با فورسيمون، احنا نقولوا اون تاس عاديه نتاع قهوه فيلتر باش تعطينا 40 50 ملي جرام. دونك احنا حسب ليفسا، معناتها هذايا سي لي نورم فرونسيز نجم نقولوا. اللي هما يقولوا معناتها ما يزناش نفوتوا من ثلاثه لخمسه قهاوي في النهار. وكل عبد وشنو هو درجه الاحتمال نتاعو. ليكزومبل هو هوني شنو اللي اثر؟ سي لا بريديسبوسيون جينيتيك، معناتها اذا كان الشخص عنده ام والا ابوه عنده حاله نتاع ادمان للقهوه، فانه الشخص هذاك باش يكون مدمن للقهوه اون فوا يجربها. دونك الادمان نتاع القهوه في الاخر تولي الكافيين ما عادش تاثر فيه، خاطر الكافيين مش تدخل في التركيبه البيولوجيه نتاع الخلايا العصبيه. يولي شخص ما ينجم يحس روحه عادي كان ما يشرب القهوه. سبحان الله. هوني نحب نحل قوس، الشخص اللي يرقد بالكدا السبعه والا ثمانيه سوايع نتاعو كاملين نتاع النوم راه ما يستحقش القهوه نتاع الصباح. معناتها اون برانسيب احنا النوم هو اللي يعمل لنا ريكوبيراسيون، ماهيش القهوه كي باش نشربها الصباح. فهمت. هذايا معناها الكافيين والدوره نتاعها في الجسم نتاعنا. هذا الكافيين نحب من خلالك مريم، فما برشا معناتها ناس تسال السؤال، القهوه الخضراء اللي هي ولات تويكا مش تويكا عندها عام عامين تويكا في تونس الناس تستعملها، كيفاش الطريقه الصحيحه اللي انا نطيبها بيتا والقهوه العاديه متفاهمين هكا فيلتخ ولا في الززوه ولا وين نحب انا، اما الخضراء كيفاش تطيب؟ معناتها كيفاش لازم نستعملها وقتاش؟ اي هي بالنسبه للخضراء ايتون دوني قلنا احنا الحبه نتاعها مازالت فرشكه، معناها مازالت كي خرجت من الشجره نتاعها، دونك كيفها كيف التي كيف الطنجيه كيف البابونج معناتها الكلهم عباره دي بلانت. مازلنا نحكيو لهنا اليتا فري اليتا ناتوريل بالضبط. دونك نستعملوها كيما لانفوزيون، معناتها باش نسخن الماء باش ناخذ مغرفه صغيره نتاع القهوه الخضراء نحطها في الماء وهو يغلي نزيد نخليها 2-3 مينوت ونطفي، سي اون انفوزيون. لا ماسيراسيون اللي هي كاينها انفوزيون اما افخوا، معناتها ناخذ ابوزا ماء باش نحط فيها كعبات نتاع القهوه الخضراء افخوا ونخليها ليله كامله من غدوه باش نشرب.
فهمت. اكاهو ما تطيبش معناتها كيما القهوه الاخرى معناتها باش نحيها ونطيبها. مش تخرج حتى شيء. حتى شيء. اي. دونك هذايا بالنسبه للكافيين في القهوه نتاعنا. بالطبيعه هوني كي نزيدوا الحليب عشان الناس يسالوني معناتها ساعات فما شكون يعمل دي ريجيم ما ينقصش في الميزان، يقولوا القهوه بالحليب تعمل بلوكاج او نيفو دو بوا. هو راهو لا، معناتها ما فماش ان بلوكاج يسمى القهوه حليب، اما الحليب كوم باش الناس ما يهضموهوش بالكدا، دونك ما عندهمش الانزيمه اللي تهضم اللاكتوز اللي هي اللاكتاز تنقص معناها بالعمر تنقص شويه. تولي تصير انديجستيون. وديما راهو نقول نقص النوم والا سوء هضم والا سوء معناتها ايفاكواسيون، حتى مثلا الانسان ما يشربش الماء ما يمشيش معناتها ما يتخلصش من الماء الزايد، وهذوما كلهم تعطيل في الوظائف الحيويه في الجسم نتاعنا، يعني هو تعطيل في عمليه الحرق. فهمت. الناس اللي تحب تحرق بالكدا يلزم معناتها الاعضاء نتاعها كلها تخدم بالكدا. كسوا المخ والا القلب والا الجهاز الهضمي. دونك هوني شنو يعمل تعمل القهوه نتاع الحليب الصباح؟ علاش هي توصل شخص يقول لك قعدت نشرب فيها كيف نحيت القهوه كيف نحيت الحليب ضعفت نحيت الكيلوات اللي انا عامل فيهم بلوكاج. تو سامبلومون نحى لا ماتيغ اللي هي تقلقه في معدته وبالتالي عمليه الهضم تحسنت. دونك هو الى ديكلونشي لا بيرت. معقول. بالضبط. الانديجيستيون اللي تصير شنو معناتها؟ هو القهوه فيها قلنا الكافيين، التي كيف كيف فيها لاتيين اللي هما في الموليكيول يشبهوا لبعضهم، هما يعملوا شويه معناتها ديزانتيراكسيون اليمونتيغ، ينقصوا من عمليه امتصاص الحديد. دونك هذاك علاش ما ننصحوش بالقهوه بعد الماكله والا بالتي بعد الماكله. بالضبط. ينقصوا من امتصاص الاحماض الامينيه. الاحماض الامينيه اللي هي العناصر الغذائيه الاخرانيه بعد معناها الهضم نتاع البروتيين. كي ناكلوا احنا الدجاج وحوت والحم، الهضم هذاك باش يعطي احماض امينيه باش تدخل في الدوره الدمويه باش تغذي العضلات نتاعنا، دونك يعمل بلوكاج لك الامتصاص تاع الاحماض الامينيه. وفي نفس الوقت نحكيو معناتها ديما احنا على ليزانتيراكسيون اللي هو الناس اللي تتقلق شويه بالجير معناتها لو غوفلو اللي عندهم لي غاستريت اللي تدفع ليكم والا معناتها زياده العصات الهضميه هذيك، كيف كيف مش منصوح باش يشربوا القهوه والا التي سورتو على معده فارغه. فهمتك. والناس اللي ممكن عاملين عمليات نتاع تصغير معده ولا غيره. أيه. ولا يعني عاملين بالون غاستريك لهنا كيفاش يستعملوا هالقهوه؟ هو يلزمهم يضعفوا بخيتهم معناتها من الحاجات اللي يلزمهم ياخذوها القهوه. بالضبط. هو بالنسبه للاشخاص هذوما كوم الفوليوم تاع المعده نقص. أيه. دونك تو لي ليكيد لازمنا ناخذوهم وحدهم ماهمش مع الماكله، معناتها اون بو با ميلونجي حاجات سوائل مع ماكله. يعني الصباح كي باش يقوم ياخذ معناتها حاجه صغيره مثلا باش يعمل تختين ولا باش ياخذ شويه بسيسه ولا باش ياخذ ياغوتا عظمه وبعدها هي بربيع ساعه يشرب التي مش مع بعضهم، خاطر الليكيد مع بعض انواع نتاع ماكله يعملوا كوم انجيل باش ينفخوا المعده واللي هو هذاك ما لازمش يصير بالنسبه للاشخاص هذوما. دونك ديما نبعدوا شويه القهوه على الماكله نتاعنا، هذا بالنسبه للناس اللي عندهم قلق والا اللي عندهم كيف ما قلت معناتها عمليات تصغير معده والا البالون غاستريك. باهي نحكيوا لهنا تي، نعرفوا العباد الكل كان ياخذوا تي مثلا انواع، هو اخضر احمر فما طويكه برشا انواع نلقاو حتى في الاسواق لهنا. صحيح. لهنا كيفاش يلزمني نختار ممكن نوعيه التي اللي تتماشى مع بدني والا لا؟ خاطر مثلا نعطي روحي انا فاطمه ناخذ تي فيه نعناع وفيه ليمون نحس الحديد طاحي ولا التونسيون طاحي معناها بالوقت. اي هو صحيح فما المفعول هذاك. هو فات التي شنو يعمل هنا معناها اللي يزيد من القهوه؟ التي والا لي زانفيزيون كلهم هما سوسون دي بواسون ديوريتيك معناتها يخدموا الكلاوي ويضروا البول، دونك ينحيوك الماء الزايد من الجسم نتاعنا. دونك هذاك باش يساهم في تنقيص الاحتباس نتاع الماء ومعناتها النفاخ اللي موجود. بالنسبه للاشخاص اللي هما عندهم لو موفي روتور فينو، الدم ما يدورش بالكدا في الجسم نتاعهم، وقت اللي يشربوا تي وقتها الجسم باش الدوره الدمويه باش تتحسن، الماء الزايد هذاك باش يخرج، كي يخرج الماء الزايد باش يخرج من الدم، دونك الدم نتاعنا الفوليوم تاع الدم باش ينقص وتصير لك ليبوتونسيون. اوكي. دونك هذايا مربوط معناتها بالدوره الدمويه اسونسيلمون، على خاطر الاشخاص هذوما الدم عندهم ما يدورش بالكدا، دايوغ نلقاو ديما عندهم انتفاخات في الساقين والا في اليدين كي يقوموا الصباح. دونك كي نقولوا تي معناتها اسونسيلمون هو فيه الكافيين، فيه لاتيين وفيه ليتانا، ليتانا هذوما اللي هما كالمطعم الشايح في الفم كيما نلقاه في السفاجل زاد اوسي. دونك شنو يعمل هذوما؟ يشيح شويه الفم، يشيح شويه المعده، دونك هذاك علاش نقولوا به للمعده للناس اللي عندهم هكا قلق والا مثلا ولا. بالضبط. اما زاد راهو يشيح شويه المسارن، دونك ينكثر منه يعمل كونستيباسيون. اها. يقول لك والله نشرب الزيت على ليزانفيزيون ونشرب في برشا تي في النهار. اوتوماتيكمون يل فا ديفلوبي اون كونستيباسيون. دونك هذيك زاد من بعد تعطل عمليه الحرق. مش تقول نشرب في ماء بخيتو تي دونك. دو تو لا لا ما يعوضش، نحن كي نحكيو ماء راهو على الايتر ونص ايترتين في النهار ماء بيغ، دايوغ ما نحطوا فيه حتى شيء ما نزيدوه حتى شيء، بذاك اللي حاجته به الجسم نتاعنا. البقيه سي دي تاس، دونك في الكل في الكل بين القهوه والتي ما نفوتوش بين ثلاثه اربعه كيسان
ا ببري نتاع 250-300 ملل، معناتها كاينو قبلي يكون بلاش سكر. نسنسوا احنا انه ما نحطوش السكر، نجمو نحطوا النعناع القاص بطبيعه في التي، نجمو نحطوا ماء زهر ما يعطي شيء في القهوه اذا كان نحبوا، اما ناخذوهم ناتورالمون. هذاك اللي باش يعطي المنفعه كسوا على الكونسنتراسيون، على عملية الحرق، ليفي نتاعنا، معناتها باش نبداو ناشطين نجمو نكملوا العشية الخدمة والا القراية من غير ما يأثر على انسومني والا وجعة الراس، من غير ما ندخلوا زادة في المشاكل نتاع المعدة والجهاز الهضمي بصفة عامة. يعطيك الصحة مريم تكابر على المعلومات هذه الكل. نحب نعرف الرأي، ما تتصورش التونسي ما يشربش تاي وما يشربش قهوة. سليم. أنا باغ إكزومبل التاي والقهوة سي ساكري معناتها، أما عندي إدمان يظهر لي خاطر كان ما شربش قهوة الصباح حتى نص النهار بالضبط نعدي على شوية وأنا دايخ شويه ولا اعصابك شنو؟ لا 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 دايخ دايخ، ما عنديش انا اعصاب كول الحمد لله، خاطر نبهت انا كنت تقول انت على اعصابك. سر كي ما نشربش قهوه نحس راسي يوجعني، اسكو سي نورمال ولا ادمان بالحق يعني؟ دكتوره نورمال ولا هو لا ماهوش ادمان، لا مازلنا ماناش في حاله الادمان، الادمان وقت اللي بالحق معناتها نوليو في حاله معناتها سيئه على الاخر، معناها بين فما دي معناتها اون ديغي لو سندروم دو سيفغاش، كيما شخص اللي ينحي الدخان ويحسك القلق وكانه معناتها تصير لنا برشا في رمضانك القهوه لازم الحشيشه فوالا اللي هي تصير الصباح. اما هوني اللي على خاطر استنسنا انه فما عنصر يدخل الجسم نتاعنا في الوقت هذاك سي رياكسيون نورمال، كيما كي تقول نص نهار جعت نحب نفطر ولا في الليل جعت نحب نتعشى. مخك يقول نحب مدام بن مسعود. والله انا القهوه نتاع الصباح هذيك ساكري بالنسبه ليا مع شويه حليب ما نحيهاش، باغ كونتخ اللي لاحظته اذا كان ساعات نشرب قهوه اخرى مع 11 ونص نص النهار نحس قلبي كان يوجعني شويه ولا كيفاش، ونحس كني باش ندوخ، لازم ديما ناكل معاها حاجه، يكون نحيتها وليت نشرب كان قهوه الصباح بالحليب كهو على الزعم. هو جوستومون على خاطر القهوه هذيك على معده فارغه. دونك ليفي نتاع الجهاز الهضمي كي باش تصير له هيبر سيكريسيون داسيد دو سوك غاستريك، معناتها انت هوني جديد للمعده خدمتها في غير وقت اكثر من لازم، دونك تولي الكونسنتراسيون نتاع الدم تصير في مستوى المعده والدم باش ينقص التدفق نتاعو على المخ، دونك هذاك علاش تحس روحك اللي انت تصير لك معناتها كي تطيح نتاع السكر نفس خاطر ساعات يخلطوها ببعضها اي تصير فاشله وتعب هكا. يعطيك الصحه مريم، ميرسي بوكو على المعلومات هذه.